بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي الحاضرات، إخواني الحاضرين، ضيوفنا الأعزاء من السلك الدبلوماسي، إخواني الوزراء الذي لم يتغيب منهم إلا من هو مسافر، أحييكم. معالي أخي العزيز رافع رواجبي، أهلي في قلقيلية، الأخوة كوكبة رجال الأمن الحريصين كل الحرص على أن تبقى قلقيلية رمزاً للهدوء ونموذجاً بين كل محافظات الوطن. إخواني لجنة الإقليم وإخواني المتحالفين معنا في إطار منظمة التحرير، إخواني فصائل العمل الوطني الفلسطيني وكل القوى العاملة ضد الاحتلال، وأيضاً ضيوف محافظة قلقيلة الذين جاءوا من جنوبها وشمالها من شرقها وغربها، باسم سيادة أخي الرئيس أبو مازن أحييكم كل التحية، والتحية موصولة أيضاً لكل من ساهم في ترتيب هذا اللقاء المشهود في هذه المحافظة التي تركت بصمة إصبع على تاريخ النضال الفلسطيني. اليوم نطلق عملية تنموية جديدة، وهي التنمية بالعناقيد التي استندت إليها استراتيجية الحكومة الرامية إلى الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية التي فرضها علينا واقع الاحتلال، ونعزز منتوجنا الوطني من أجل أن لا نستورد من أي صنف نحن ننتجه في بلدنا، ومن أجل اعتمادنا على أنفسنا. ونحن ندرك ونحن نطلق هذه الخطة أن أمامنا تحديات كبرى، سواء كان واقع الاستيطان ومصادرة الأرض، أو جعل اقتصادنا حبيس وتابع، أو الأزمة المالية التي ألقت إسرائيل بها علينا، وما نتج عن ذلك من بعض التعثرات هنا وهناك. ولكن التحدي الأكبر هو النهوض بالقطاعات الاقتصادية الإنتاجية التي تعزز إنتاجنا الوطني. وأحيي إخواني من المجلس الثوري الحاضرين هنا، وأيضاً ونحن نطلق هذه الاستراتيجية تعلمنا من تجاربنا وتعلمنا من تجارب الآخرين. نحن ندرك أنه في البلاد الصغيرة الحجم لا يرتكز التنمية ولا ترتكز التنمية على الجغرافيا، ولكن ترتكز التنمية على الإنسان. طبعا معانا وزير المالية حاحكي لكم عن أخرى شوية. في البلاد صغيرة الحجم المرتكز ليس الجغرافيا، المرتكز هو الإنسان. مرحب في أخي أبو محمود عن الغرف التجارية. اليابان بلد تعلمنا منها كثيرا. هذه البلد فلسطين فيها تاريخ أكثر مما فيها جغرافيا،
ولذلك في خطتنا التنموية نرتكز على الإنسان، نعم، ولكن بسبب واقعنا تحت الاحتلال نرتكز على الأرض أيضاً. وتعلمنا أن الشراكة هي الأساس بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والبلديات وكل مفاصل العملية التنموية. الشراكة هي الأساس، وأساس الشراكة مع مانحينا الدول التي تساعدنا مشكورة على كل قرش تقدمه الدول المانحة لفلسطين. ونحن نميز بين ورشة البحرين التي تريد أن تقايض المال بالسياسة، وبين زملائنا المانحين الذين يدعمونا من أجل الحصول على دولة مستقلة وعاصمتها القدس. وبناء عليه نحن سنرتكز إلى أربع مفاصل رئيسية. معالي أخي المحافظ، المرتكز الأول زراعة مزدهرة المبنية على الأرض، والمرتكز الثاني إعطاء الديموغرافيا دوراً مهماً في الجغرافيا، وأن لا ينسلخ الإنسان على أرضه بل يلتصق بها. والمرتكز الثالث مصادر الطاقة التي نحتاجها بشكلها الكلاسيكي وبشكلها المتجدد. والمرتكز الرابع تشجيع الإبداع وتشجيع التمكين. وأنا سعيد أن أخي وزير التمكين معنا هنا، وأخي وزير الحكم المحلي معنا هنا، وأخي وزير التربية والتعليم والمواصلات والتعليم العالي والعدل والمالية، وأمين عام مجلس الوزراء والحكم المحلي، وأخي أبو زهير وزير الاقتصاد، وأيضا أختي عدالة رئيسة سلطة البيئة وسلطة المياه وسلطة الطاقة، وأخي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأخي موسى، وأخي وكيل الحكم المحلي، وأخي وزير الإشغال والإسكان، وأخي وزير العمل، وأختي المجاهدة أمال حمد التي وصلت من قطاع غزة أمس لتشارك معنا اليوم، وأخي أيضاً رئيس سلطة الأراضي، وأخي المجاهد ضد الجدار وضد الاستيطان ابن هذه المحافظة، أحييكم كل التحايا. والمهم أن وظيفة هذه السلطة، إحنا أخوان مش حكومة بنكنس شوارع بندفع رواتب، إحنا حكومة مركب رئيسي في المشروع الوطني. ولذلك وظيفة هذه السلطة ليس وظيفة خدماتية فقط، وظيفة هذه السلطة هي وظيفة نضالية، نخدم أهلنا بكل ما نستطيع، ولكن نحن مركب رئيسي في المشروع الوطني. وأحييك أخي وزير الزراعة أنت والطاقم على كل ما عملته من أجل هذه الخطة. إحنا أخوان شعب مثابر يا أخي محمود، إحنا شعب مثابر ومتعلم، وبين كل 1000 فلسطيني في 31 خريج جامعي. بنينا دول الآخرين، وحان الوقت لنا وعلينا أن نبني بلدنا، وحان الوقت لنا وعلينا أن نكون نموذجاً للأجيال، ونحن نراكم على كل الذين سبقونا. ولكن ندرك أن جهدنا التنموي يصطدم بواقع الاحتلال، ونحن ندرك تماماً أننا لسنا دولة مستقلة الآن، نحن دولة على طريق الاستقلال. ورغم ذلك اعترف بهذه الدولة 138 زائد دولتين 140 دولة بجهد سيادة الرئيس أبو مازن وبجهد كل إخوانه العاملين في هذا الموضوع. ونحن ندرك أيضاً أن الاقتصاد
رافعة للسياسة، وأن السياسة رافعة للمشروع الوطني ورافعة للنضال. ولا نبحث عن ما يريد نتنياهو سلاماً اقتصادياً. هذه البلد التي ولد فيها السيد المسيح الذي قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، هذه البلد التي أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتصبح القدس توأم مكة، وعرج منها إلى السماء، لأن القدس أقرب نقطة إلى السماء، ما عرجش من كندا ولا من أمريكا اللاتينية ولا من محل تاني. هذه البلاد اللي على مدار التاريخ البشرية منذ نبينا آدم عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عبر على تاريخ البشرية 120,000 نبي، وكل نبي ترك بصمة إصبع في تاريخ فلسطين، وترك بصمة إصبع على تاريخ فلسطين. ولذلك هذه الأرض هي مقدسة، ونحن تشرفنا أننا نخدم هذه الأرض، ونحن محظوظون أننا ولدنا على هذه الأرض. إخواني أخواتي، أيضاً دور فلسطيني الشتات. قبل شهرين اتصل معي الأخي وصديقي حماد الحرازين وقال أنا وفي لياسر عرفات ولمحمود عباس وأبو إياد وأبو جهاد وكل الذين كانوا معنا، ومثل ما عملت مدرسة باسم أبو صبري في بيت فوريك، ومبنى لجامعة القدس المفتوحة، ومبنى للمبدعين في رام الله، سوف أقوم ببناء مدرسة باسم الشهيد أبو علي إياد في قلقيلي. أما مشروعنا لهذا اليوم، التنمية بالعناقيد. احنا اخوان، توضيحا، شو يعني التنمية بالعناقيد؟ اذا بتروحوا على الخليل بيقولوا والله ما اخذنا اشي، بتروحوا على جنين بيقولوا والله ما اخذنا اشي، اريحة ما اخذناش اشي، غزة ما اخذناش اشي، نابلس ما اخذناش اشي. طب مين اخذ؟ يعني اذا ما حدا اخذ، طب مين اخذ؟ دخل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية 37 مليار دولار منذ عام 94 إلى يومنا هذا. 20 مليار دولار صرفت معالي أخي وزير المالية رواتب، و7 مليار دولار منظمات غير حكومية ومجتمع أهلي، و10 مليار دولار صرفت بالمشاريع. هذه السلطة بنت 25,000 غرفة صفية. لما كانوا أطفالنا في قطاع غزة بداوموا 3 شفتات من الساعة 5 الصبح للساعة 5 المساء، احنا عملنا غزة أولوية تنموية، وعبدنا 2800 كيلو متر من الطرق، وبنينا مؤسسات، كانت كل مؤسساتنا مستأجرة شقق سكنية. اليوم بنفخر، والرئيس أبو مازن يتباهى، إنه حتى سفاراتنا في العالم عنا 100 مبنى ملك، ومن شبكات المياه وشبكات المجاري وتلفونات واللي بدكم إياه ما جاش ببلاش. ولكن كل واحد فينا يريد أن يبدأ التاريخ من عنده. لا يبدأ التاريخ من عندي ولا ينتهي التاريخ من عندي. أنا وإخواني الوزراء حلقة من حلقات النضال الفلسطيني، نراكم على ما جاء قبلنا ونترك المجال ليراكم من سيأتي بعدنا. وبناء عليه اجينا على التنمية بالعناقيد، وقسمنا الضفة الغربية وقطاع غزة عناقيد تنموية، مراكمين على الميزة المقارنة لكل محافظة من المحافظات. وقلنا أن القدس عنقود العاصمة، وأحييك أخي فادي وزير القدس، عنقود العاصمة في القدس. وقلنا في قطاع غزة عنقود المارين كالتشر،
وعنقود زراعي وعنقود صناعي في غزة، وقلقيلي التي نطلق العنقود الزراعي منها قلقيلي وطول كرم وجنين وطوباس، يجب أن تكون سلة خضار وفواكه فلسطين. وكذلك الخليل ونابلس، العنقود الصناعي وبيت لحم، العنقود السياحي وأريحة، العنقود الترفيهي الزراعي، وكل المحافظات أعطيناها، وكذلك سلفيت وكل المحافظات. ليش قلقيلي؟ تخيلوا هذه المحافظة كما أفادنا أخي المحافظ، وأنا مش غريب على قلقيلي وكلكم أهلي وإخواني، وبكون سعيد لما بشوفكم لأنه مش أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، وأنتوا أهلي وأنا ابنكم وإخوانكم الوزراء أولادكم وأنتوا أهلهم، وإحنا مركب رئيسي منا وفيكم، ولذلك لا جينا من فوق ولا أنتوا جيتوا لنا من تحت، ولا نقبل نكون فوق ولا بنقبل نكون تحت. ولذلك ما عدا أخي أبو أسعد بحب يلبس القرافي، كل الوزراء ولا واحد لابس قرافي، وأنا بحييك. وزير المالية قد ما هو مشغول بروحش على مناسبات، بحييك إنك جيت، وبعرف قديش حجم الضغط اللي عليك، ولكن إحنا جينا عشان إن كلكم إحنا وياكم واحد، ومشان إن كلكم إحنا جاهزين نغبر إجرينا بالأرض، لأنه هذا تراب فلسطين، وبجميع المقاييس إحنا جينا كلنا بالعناقيد. اليوم هذه الخطة اللي بين إيدينا ليست زراعية فقط، هذه الخطة ببعدها الأفقي ستشمل مياه ومجاري وطرق واتصالات وكل ومياه وكل ما هو أفقي، بحيث تتشابك البنى التحتية في قلقيلي مع طول كرم يا ناصر، وتتشابك قلقيلي مع نابلس وسلفيت، وكل ما هو امتداد بالنسبة لنا متشابك أفقيا. وثم ننتقل من التشابك الأفقي إلى التشابك العمودي، ولذلك معانا وزير التربية عشان نعمل ونعرف ما هي احتياجات التعليمية. وأنا أدرك عندما زارني أخي محافظ مع فعاليات قلقيلي وقالوا لنا مستشفى قلقيلي يشكل أولوية، وأنا بقول لك وإحنا منعنا التحويلات الطبية عن إسرائيل، وقف رئيس مستشفى هداسة يناشد أبو مازن إنه مشان النبي مشان رحمة بالمرضى. تخيلوا هذا اللي حنون على المرضى تبعونا، بيناشد الرئيس بعودة التحويلات الطبية. إحنا هنعزز إمكانياتنا الصحية مش ما نحتاجهم، ولذلك سوف نجعل من مستشفى قلقيلي مستشفى لائق بأهل قلقيلي. وانتوا طلبتوا طابق اضافي، احنا اقرينا لكم طابقين مع كامل التجهيزات اللي محتاجينها. هذا هو بيت القصيد اللي احنا رايحين عليه. اما فيما يتعلق بالموضوع الزراعي، احنا اخوان هذا المشهد للفرد دور، وللمجلس القروي دور، وللمؤسسات دور، وللحكومة دور. العنقود الزراعي معناها مثل ما تفضل أخي وزير الزراعة، إنه مش لازم يكون في قلقيلي قطعة أرض واحدة قابلة للزراعة إلا نزرعها، هيك معناها. ومعناها في المرحلة الثانية كل قطعة أرض قادرين نستصلحها إحنا جاهزين نستصلحها. معنات هذا الكلام إنه في طرق زراعية. تخيلوا هذه المحافظة اللي فيها 76 بير مية بيعطوش إلا 30% من قدرتهم، احنا حنحط 2.2 مليون دولار من اجل ترميم الابار المياه لنرفع من 30% الى 80%. وايضا اسمحوا لي اقول احنا اخوان هذه الخطة مش وهم، هذه خطة واقعية جدا، واقعية جدا بكل معانيها، من أجل أن نعزز صمود الناس على الأرض، من أجل التنمية الشاملة،
اجتماعية اقتصادية، بنى تحتية وحكم رشيد، والإنسان الفلسطيني هو أساس التنمية وهو المنتفع منها، وارتباطنا بالأرض لأنه أرض فلسطين ليست عقار للبيع، أرض فلسطين هي رمز الهوية، وأرض فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني. ولذلك نحن لا نتعامل معالي أخي رئيس سلطة الأراضي مع أرض فلسطين على أنها عقار، هذه الأرض هي الأرض الأم، وهذه الأرض هي الأرض الوطن، والشفرة الفلسطينية هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وأخيراً اسمحوا لي أقولكم ما يلي: الانفكاك عن الاحتلال بالنسبة لنا يعني خلق اقتصاد وطني متحيز لخلق فرص عمل ومكافحة الفقر من أجل الصمود وتوسيع القاعدة الإنتاجية وإعادة هيكلة هذا الاقتصاد والخلاص من التشوهات التي أحدثها الاحتلال على مدار سنواته، وخلق تنمية متوازية. لا يعقل أنه يكون في جغرافيا فيها تنمية وفي جغرافيا فيش فيها تنمية، إحنا نريد أن نخلق تنمية متوازية ومتوازنة بين مختلف المحافظات، ونراكم على التخصص، كل محافظة سيكون لها هوية تخصصية. قلقيلة ستتخصص بالزراعة، وبيت لحم في السياحة، والنابلس في الصناعة، والخليل في الصناعة، وإلى آخره. والإشي المهم أننا نريد أن نعزز المشاريع الصغيرة ومشاريع العائلة. عمق اقتصادنا يرتكز على اقتصاد العائلة، وسوف نعطي لهذا الأمر أهمية كبرى، لأننا نريد أن ننقل العائلة من الاحتياج إلى الإنتاج. في 163 ألف عائلة عايشة على المساعدات النقدية عند وزارة الشؤون الاجتماعية، مش حنضل مادين إيدينا، بدنا نشتغل. ولذلك سننتقل من الاحتياج إلى الإنتاج، وزي ما تفضل أخي وزير الزراعة، وإحنا شركائنا هون معانا المؤسسات الإقراض الزراعي ومؤسسات العمل المدني العامل في الزراعة، سوف نوفر قروض ميسرة زراعية لكل من يريد أن يعمل في هذا المجال. في قلقيلية سوف ننفق 23 مليون دولار أخي وزير المالية، رغم متاعب المالية قال أخصص أي عجز في الموازنة التي تحتاجها قلقيلي من المانحين سوف نخصصها من وزارة المالية. مشكوراً أخي أبو أسعد. وبحب أقول أمامكم بصفتي قائم بأعمال وزير الأوقاف، سوف نفتح كامل الأراضي الوقفية للاستثمار، وأراضي الدولة مفتوحة للاستثمار أمام المستثمرين في كل أنحاء الضفة الغربية. وأيضاً تحدثت أمس مع أخي الدكتور محمد مصطفى، وقلنا له صندوق الاستثمار له دور مركزي في هذا الموضوع، وقال إنتاج قلقيلي سوف نقوم بإنشاء شركة لتصدير المنتوج الزراعي من قلقيلي ومن كل أنحاء الأراضي الفلسطينية أيضاً. إحنا سندخل زراعات جديدة، وأخي رئيس البلدية وأخي رئيس الغرفة التجارية مشكورين، تقدموا بمجموعة مشاريع بالنسبة لنا: تيشو كلتشر، مختبر الجينات النباتية، واحتياجات وكل ما تحتاجه العملية الزراعية. وسوف نتعاون مع الجامعة اللي عندها كلية زراعة أيضا، مشان الطلبة، وأخي وزير التعليم العالي موجود معانا، طلبة الجامعات اللي بيدرسوا زراعة يتفضلوا يساعدونا في هذا الموضوع أيضا. أخيرا بعرف إنه في قلقيلي نزل موسم الليمون، وبعرف انه في ليمون اسرائيلي، وبنعرف انه بنستورد من اسرائيل 85 مليون دولار عجول، وزي ما قال اخي وزير الزراعة بنستورد من اسرائيل
حوالي 40 مليون دولار ذرة، وبنستورد من إسرائيل فواكه وإلى آخره. كل منتوج بتغطوا فيه حاجة السوق بدرجة 100% لن نسمح لأي بضاعة منافسة إنها تدخل على هذا البلد. وأيضاً مشان نعالج العملية التعليمية، إحنا قررنا بالحكومة وبتوجيه من الرئيس أن ننشئ جامعة للتعليم المهني متطورة، وهناك لجنة الآن تدرس مكان هذه الجامعة، لأنه لا يعقل أنه في فلسطين في الضفة الغربية 27,000 مهندس، منهم 8,516 مهندس عاطل عن العمل، وفي قطاع غزة 18,000 مهندس، 11,000 عاطل عن العمل. هذا كلام غير مقبول، ولذلك إحنا حنعيد صياغة العملية التعليمية بما يخلق تناغم بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. إخواني، معنا في هذه القاعة صديق عزيز علي. عندما سمع أننا تحدثنا عن العناقيد كانت الدنيا رمضان، قال لي بكرة عندي في البيت سأدعو رجال الأعمال على أكلة قطايف، وأقوم بتأسيس صندوق بقيمة 100 مليون دولار للاستثمار ودعم جهد الحكومة في هذا الموضوع. واليوم أجا من الخليل يا أخي ضافر ملحم رئيس سلطة الطاقة، جاء من الخليل وأبلغني أنه من جيبه ومن إخوانه سيقوم باستثمار مبلغ 5 مليون دولار في المشاريع الزراعية في محافظة قلقيلة. رفيق أبو منشار، وقف يا رفيق. أدعو كل رجال الأعمال يا بسام، أدعو رجال الأعمال، معالي أخي وزير الثقافة اللي عنده نشاط في نابلس وأصر إنه يجي أيضاً على قلقيلة، أدعو رجال الأعمال من قلقيلة ومن كل المناطق أن يحذو حذو أخي رفيق أبو منشار. وإحنا بنقولكم شو معنات العناقيد، اللي بده يعمل مشروع زراعي ويأخذ امتيازات من أخي وزير المالية بده يعمله في قلقيلة، اللي بده يعمل منطقة صناعية ويستفيد من تشجيع الاستثمار بده يعمل في نابلس أو في الخليل، اللي بده مشروع سياحي ويستفيد من الامتيازات الممنوحة بده يعمله في بيت لحم. هيك معناها، هذا الكلام هو اللي بيخلق هذا التناغم بين إحنا كمؤسسة وبين إحنا كمجموع. هذه الخطة التنمية بالعناقيد ما اجت من فوق لتحت، قضى معالي اخي المحافظ وكلكم واخواني بالمجالس البلدية والقروية، وانا بحييكم واحد واحد، واخي وزير الزراعة، واحنا قمنا بمشاورات طويلة، وهذه الخطة قابلة للتعديل والتطوير، وهذه الخطة باسمكم جميعا، باسم اخي سيادة الرئيس ابو مازن، باسم إخواني الفعاليات الوطنية والحركية والأمنية والمجتمعية والمدنية، باسم شركائنا في المجتمع الدولي، باسم إخواني الوزراء، باسم كل الشرفاء في محافظة قلقيلة وزوارها، نعلن عن بدء العمل بالخطة الزراعية، خطة العناقيد. بارك الله فيكم والله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا.